برنامج يحكى أنّا يقدمه لكم إلياس شويخي. مشاهدينا الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. نسعد كثيرا بلقياكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج يحكى أنّا واليوم سنعتبر بعبرة جديدة بإذن الله أهلا بكم. يحكى ان رجلا من الصالحين كان يوصي عماله في المحل بان يكشفوا للناس عن عيوب بضاعته ان وجدت ويصارحونهم بكل شيء ويقول لهم اياكم والغش اياكم والغش وذات يوم جاء رجل يهودي فاشترى ثوبا معيبا ولم يكن صاحب المحل موجودا فقال العامل هذا يهودي لا يهمنا ان نطلعه على العيب الموجود في الثوب ثم حضر صاحب المحل فسالهم ماذا بعتم اليوم فقال احدهم بعنا لرجل يهودي ثوبا بثلاثه الاف درهم ولم نطلعه على عيبه فغضب صاحب المحل وقال اين هو اين هو فقالوا له لقد رجع مع القافله فاخذ الرجل المال معه ثم تبع القافله حتى ادركها بعد ثلاثه ايام فقال لليهودي يا هذا لقد اشتريت ثوب كذا وكذا وبه عيب فخذ دراهمك وهات الثوب فقال اليهودي وما حملك على هذا فقال الرجل الاسلام اذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا فقال اليهودي متاثرا لقد دفعت لكم دراهم مزيفه فخذ بدلها ثلاثة آلاف صحيحة وأزيدك أكثر من هذا إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقد قال عمر بن عبد العزيز كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون فقيل له كيف ذلك يا أمير المؤمنين فقال لهم وأجابهم بأخلاقكم نستودعكم المولى عز وجل الذي لا تضيع ودائعه في امان الله